استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية في روسيا الاتحادية بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية اللقاء نقل معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية تحيات وتقدير فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجلالة الملك المعظم وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار، معربا عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور والرخاء. كما بحث جلالة الملك المعظم وزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا، حيث أكد جلالة الملك المعظم على أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية على الأمن والسلم الدولي وضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين. هذا وقد كلف جلالة الملك المعظم الوزير الضيف بنقل تحياته وتقديره لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنيات جلالته لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن والنماء والازدهار. وأعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.